مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. مجموعة السبع تؤيد الضربة في سوريا وتدعم الحل الدبلوماسي. أمريكا تتهم روسيا وسوريا بالعبث بالأدلة في دوما وموسكو تنفي. الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد إيران. علماء يطورون طريقة جديدة لمكافحة التلوث. فقد قال علماء أنهم طوروا إنزيما يأكل البلاستيك ويساهم في محاربة التلوث في المستقبل. دراسة أمريكية تكشف أن العنب يساعد على مكافحة السرطان بسبب فاعلية العنب في الوقاية من تطور الأورام الخبيثة في المعدة. علماء يقولون إن البشر في العقد الثامن من العمر يواصلون تطوير خلايا جديدة في منطقة من المخ مسؤولة عن صنع ذكريات جديدة واستكشاف بيئات جديدة.